بابا. البصلان عمي أمي مريم لوين رايحة؟ عملت اللي لازم أعمله وراجع. إذا كان قصدك تحطي قنبلة ببيتي وتمشي، شكراً إلك. هلأ تعالي شرحي كل شي، شرحي لنا شو القصة. مين هذا الشاب اللي جوا؟ تعالي فهمينا جيلان. لو إني بقدر أشرح هالشي كنت عملتها قبل 20 سنة مريم. أنا ما بيهمني لا قبل ولا بعد. أنتي ما بتقدري تخربي لي بيتي، ولو حاولتي ما رح تقدري، لأنه أنا مستحيل أسمح لك. لو هدفي أخرب لك بيتك ما كنت خبيت هالسر طوال 20 سنة. أنا اللي عملته أني وصلت ابني على بيته، على بيت أبوه. هلأ اسمحي لي بدي أمشي. إذا ما رجعتي هلأ رح حط الشاب اللي جبتيه لهون قدام الباب. أنتي حبيتي تخدمي ابنك، ما رح أتردد لحظة لأخدم ولادي. تعالي وفهمينا. استنى، انتو بتعرفوا بعضكم من قبل؟ لا عمي، هي اول مرة بشوفه. وقت شفته فهمت شو الشي اللي مخبينه عني. كانوا يقولوا امي وخالتي انه منشبه بعضنا كتير. شفت صورك قلب اصلان، شفت صور الكل. وشفت صور اخواتي
والله عمر كبير كتير. تسلم. وانت كمان كبرت بسرعة كتير، بس انت ما في عنا خبر بوجودك. بابا ما بدك تحكي شيء؟ اسمك خضر؟ أمي عطتني الاسم الأول منك والتاني من اسم أبوها علي، وأنا بستعملهم سوا. طبعاً ناديلي مثل ما بدك، إذا ما بيصير يكون في اثنين خضر بتقدر تناديلي علي، أنا بتعود. هلا قبل ما نقرر شو نادي لك لازم نتقبل القصة ونتأقلم معها بالأول. يا ابن أخي، أنا بستعمل كلمة ابن أخي بالعادة هيك دائما، إذا بحكي مع حدا مثلك بقول له ابن أخي، طبعا باستثناء قلب أصلان. لهيك أنا رح أقول لك ابن أخي كمان، ما في مشكلة عادي، يعني ما بيهمني شو اسمك بنوب. شايف اجيتوا مع بعض، اذا بدكن تفضلوا ضربوني لاني ما عم بفهم شي. شو اللي مانو واضح؟ انا كنت مفكرة اني انا اللي قلعت لجيلان، بس طلعت هالبنت هربانة لانها رح تولد حفيدي. امي انت كنت بتعرفي؟ ايه. كيف ايه؟ لأنه قالت لي جيلان. وليش ما قلتي لي إلي جيلان؟ حاولت قلك بس ما كنت عم تفضالي أبدا، وفوق كل هاد ما كان في فرصة لقلك هيك موضوع. خالتي تعي عادي، وانتي كمان مرت عمي، يعني بما أنه كلنا هون